الضربة الحرة وعالية ومعدية، انما على طول من قدام صديق بياخدها وائل خليفة ويقع على الارض. بالفعل محمد صديق واقع على الارض، كان طالع هو وشوقي انما بيطمنوا عليه. ادي بتتعامل مرة تانية، بتتعاد اللعبة مرة تانية. ادي قبضة الايد طالعة في خلفية الرأس اهي اهي لمحمد صديق. لحظة ربنا سبحانه وتعالى، محمد صديق نزلت عموما سيارة الإسعاف، فدي كل اللعيبة بتطمن عليه، وبإذن الله دعوات الجميع من محب الرياضة إن بإذن الله ربنا يعني يقومه بالسلامة كده إن شاء الله، وتنجح جهود الدكتور إيهاب علي. محدش عارف حاجة، محدش شايف حاجة. يعني نسأل الله كده ان يلطف بينا وبأسرته وبجماهير. مانويل جوزيه مع إيهاب علي. ان شاء الله قبضة الايد، ان شاء الله ربنا يطمن.